السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا ان شاء الله فيديو جديد تاني من بين المشاكل ديال لي زورديناتور واللي كيوقعوا لي زورديناتور باش نشوفوا الحل انا وياكم. كنشكر اولا قبل كل شيء المشاركين اللي شاركوا. نتمنى ان شاء الله تكون تزيدوا من المشاركه وتبارطاجيو وديروا لايك ودعمونا القناه باش نزيدوا لقدام ان شاء الله ونزيدوا من الافكار نعالجوا كامل المشاكل ديال لي زورديناتور باذن الله. كما كتشوفوا هذا المشكل ديال لينوفو على حسب لي زورديناتور، اي اورديناتور يقدر يكون فيه بحال هذا المشكل هذا. ما كاينش شي واحد اللي زعما حك كاع لي زورديناتور كاملين عندهم واحد سميتو واحد غاديين على واحد سيستم، وداك سيستم كاملين كيوقعوا فيه، اما تيكون من ناحيه الديسكتور اما من ناحيه البيوز اما الكارت جرافيك، يعني عندهم مشكل واحد. اذا بسم الله على بركه الله نشعلوه نشوفوا هذه الاشكاليه ديال هذا الاورديناتور شنو كيقول لنا. درنا على بركة الله كما كتشوفوا احنا دابا على ما يشعل. اي مشكل ان شاء الله كاين الا نشوفوا الحل ونشوفوا الطريقة وندير فيديو ونوري لكم باش تستفدوا انتم ان شاء الله. ما عليكم انتم تبارطاجيو، انت اللي كتفرج دير لايك تعاون مع القناة. اي واحد تيدخل لهذا الفيديو الا تيتسرع لهذا الفيديو الا عنده مشكل. كما كتشوفوا المشكل دابا اللي كيعطينا هذا الويندوز هذا على ما اظن غادي يكون ويندوز 7 7. كما كتشوف هنا كيقول لك بان عندك باش مزيان دابا الاورديناتور وباش زعما باش كيساعد الناس هو انه كيعطيك لي زيرور، تيوري لك لي زيرور اللي عنده في لا ميموار ديالو ولا في السيستم ديالو. كما كتشوفوا تيقول لك خاصك تعاود تانستالي الويندوز. اول حاجه كيقول لها شوازي زعما قال لك غادي تختار اللغه سيتينغ وهذه كليك نيكست ريبار. اما قال لك لو شوا الاولي ما غاتانستالي ويندوز، لو شوا الثاني اما غادي تريباري الاورديناتور. هاد اللعبه ديال ريباري قليفاش كتكون الا ما درتيش سوفكارداج ديال 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 سوفكارداج ديال ويندوز. تتكون واحد بارطاسيون كتكون خاصه بالسوفكارداج كما كتشوفوا. عاود ديمارا علاش؟ لان ما كاينش الويندوز باش يشعل باش ما يسخنش البروسيسور. اذا تنى يعاودي يرد لنا مسائل. اذا باش نعرفوا كل واحد اش يقول. دابا كاين اللي كيقول لك اودي مي اشكالي غادي تكون من ديسك دور. حنا دابا ما غاديش نحكموا على الديسك دور. علاش؟ لان هنا كاين واحد ليرور ديال ستاتيو ديال واحد السيستم هنا بان راه تيقول لك عندك مشكل في هذا السيستم هذا. يعني ما كناش مشكل في الديسك دور باش نكونوا باش نجيو لا سميتو باش نخدموا خدمه تكون نقيه. اذا هو السيدي ديال الويندوز درتو، درت الويت. غادي ندير دابا كونترول مع الت مع ديليت. ديليت هي سوبريمي. وغادي نبرك على ما اظن غادي ندير ايشاب نشوف واش غيدخل لي البوت. نشوف اذا كما كتشوفوا شوفوا واش غادي يدخل لنا البوت. اس تو كي نديرو اونتري فوالا كونترول اس تو. يقدر يكون دابا هو في السيستم ديال البوت يكون بحال كنتي موجودين ليا قبل. اذا كما كتشوفوا ما دوزناش. اذا غادي نعاود كونترول مع الت مع ديليت نشوف واش غيطلع. اذا ما طلعش غادي ندير دابا اف جوج اف جوج قبل ما يشعل الاورديناتور. تبرك على اف جوج. اذا ما عطاناش. عاود كونترول مع الت ديليت ثاني اف واحد اف واحد. اذا انا دخلت اف واحد دخلت مزيان. اذا كما كتشوفوا حنا دخلنا البيوز. السيت اب ديال البيوز. اذا البيوز دابا كما كتشوفوا كيعطيك لا فيتاس، يعطيك شي الحوايج. كما كتشوف حنا الغرض ديالنا دابا باش نشرحوا هادشي كامل راه بزاف، يعني غادي يدي وقت بزاف. نجيو دابا حنا الكونفيغوراسيون ديال البوتاج ديال كي نديرو نسبقو السي دي اللي عندنا قبل من ديسك دير. نجيو لهنا دابا اس بي نتورك كيبورد تسميت ستارت. فوالا هاهو فين كاين، هنا فين كاين. اذا بما اننا حلينا البوت شو ندخلو البوتا بعدا. اذا كما كتشوفوا مسبق بديال لا كونيكسيون على مادون وغادي نعطيوه السي دي. ها هو السي دي، ها هو السي دي في 4. غادي نشوفوا شي يقول لنا هنا. تيقول لك
زائد مع ناقص، نشوفوا زائد مع ناقص فين جات. زائد مع ناقص ديما كتجي في غتكون أ على ما أظن، ولا فوالا هاي زائد كنف على مس تاع الشوب فوق زائد. ممكن تسير نتاع لي توش تتلقى لا توش، دابا هاد لا توش كتنزل، إذا غنشوفو الأخرى اللي كطلع كتسارى كتشوف لينا. وأخيرا من بعد تكت غندير لي كلافي إكسترن صراحة، دزت كاع لي توش. إذا شتي فين لقيتها، يعني كما كيقولو هنا يعني على حسب الكلافي على ما أظن، ولكن لقيتها في F6. أطلع لكم باش تشوفو. فوالا هانت F6 عندك دابا، غادي نهزو F6 وغادي نصوف كاردي F10. أنا غا باغي، علاش درت لكم الطريقة؟ باش أنكم تنفعو وتفهمو ونفهمو حتى حنا معكم. إذن غادي ندير هاد الطريقة هادي أخرى، غادي ندير F12 F12 نبقى برك عليها قبل ما يشعل. شوف واش غيطلعني المنيو ولا لا. فوالا ها هو المنيو. إذن هاديك سورس لاش كنا كندخلو هاد ديال بوت زعما الأولاني اللي دخلنا ليه كاع، هو اللي كان تيحل لنا هاد لابلاك هادي كتجي أوتوماتيك. أما هاد F12 كيعطيها ليك، كيعطيها ليك هو مانيوال، كديرها أنت مانيوال. وإن إلا مكانش السيدي هنا ضروري خاصك تطلع، حيت كتعطيك ثلاثة د الحوايج هنا. إلا ملقيتيش السيدي غدير الطريقة اللي درت الأولانية، الطريقة الأولانية كي درت تطلع السيدي بF6 صافي. يلا نديرو دابا أونتري وندخلو السيدي ديالنا إن شاء الله، نشوفو واش غيدخل لنا بعدا. غندير السيدي هنا في سميتو، ها هو السيدي ديالنا موتيو. إذا نتمنى إن شاء الله تشوفو. إذا هاد المشكل هذا غا ديال باش أنني كنديرو بوتي والطريقة وتفهمو وتعرفو مزيان. إذا مبغاش يطلع، إذا السيدي ديالنا مبغاش يطلع، علاش؟ إذا هاد DVD فيه شي مشكل، إذا نجيب DVD إكسترن. ها DVD إكسترن فيه USB، وغادي نلوح ليه هذا. أو في ويندوز، في ويندوز يقدر تا السيدي يقدر يدير هاد المشكل هذا. نشوفو يقدر تا السيدي يدير لنا هاد المشكل هذا. إلا ما عطاكش بهاد السيدي هذا عاود دير سيدي اخر صافي، تفهمنا دير سيدي اخر جديد. إلا ما بغاش عاد دير هاد الليكتور دابا اللي وريتك السيدي. اذا نشوفو لان هاد السيدي شكيت فيه ما تيبوتيش. اذا كما كتشوفو كنبرك على اسباس باش يطلع لنا السيدي، الا ما بركتيش على اسباس راه ما غاديش يبغي يطلع لك السيدي. عاد نشوفو دابا واش المشكل غادي يكون في الديسك دور ولا في الفورماطاج، ولا غا شي فيروس اللي دخل ليه هو يبلونطي تبلونطا. نوقف هذا باش ما نطولش عليكم الفيديو. كما كتشوفو انا رجعت لكم، يا ديروا با يا بارطاجيو ديروا لايك. اش تكون ما تديروا لا لايك لا، حنا راه زعما راه ندير شحال ديال الطرق باش نوصلوا لكم الفكره وباش تفهموا. انتما ما تدخلوش علينا بداك اللايك، وحركوش هذوك الصبعان، هذوك الصبعان شويه كحزوهم شويه لديك تحت ديال هاد لي مارج. دابا باش كتفرجوا راه كاين واحد جيم لتحت صافي، برك عليه، برك على ديك الجيم وراكم عارفين صافي تفهموا. اذا كما كتشوفوا الديسك ديالي انا طلع. دابا نعطيكم شي افكار على الديسك ديال هذا باش تمشيو مقادين ان شاء الله. كما كتشوفوا هنا، نجيو لهنا، نجيو لهاد 76 جيجا، هادي 76 جيجا. الى كانت شوف شوف اش كتب لك هنا، شتي هنا كتب لك امبوسيبل انستالي ويندوز. نجيو هاد التحتانية هادي، هادي زوينه 195 مزيانه، ونجيو هاد التحتانية حتى هي مزيانه. هادي ديال الا بغيتي ترد السيستم، ترد السيستم 579 ميجا اللي فيها قليل، فاش كتصدق لك اللعبه ما كرد لك يرد لك فيه مشاكل. اذا كما كتشوفوا الديسك ديالنا مزيان، ما فيه حتى مشكل. اذا باقي غادي نمسح هاد البارطاسيون،
مسح هاد البارطاسيون هادي وغادي نستايل ويندوز ديالي. اذا نتمنى ان شاء الله انكم تستافدوا من الفيديو. كما كتشوفوا على ما اظن الديسك ديالو ما فيه حتى مشكل. كون كان شي مشكل غادي يعطينا هاد اللعبه هادي. ها هي هنا الا كان فيه مشكل اذا ملي هاد الاخرى هادي ما فيهاش يعني هذا غادي يتفورماطي يقدر يتقاد. وقدر حتى لي بارطاسيون تقدر شي وحده مضروبه واخا تكون مضروبه وحده ماشي مشكله غاتنصالي في الاخرى. هادشي كندير ليه انا وماشي مشكل. واخا الا تضربات وحده كدير بارطاسيون في ديك الوحده وكتخليها ما تترمي فيها حتى حاجه وتتخلي النص الاخر اللي نقي دير فيه بارطاسيون ديالك ودير فيه الويندوز. اذا كنتمنى انكم تستافدوا من الفيديو على حسب فورماطاج والتقسيم اللي درت لكم يا قبل يعني بلا ما نبقى نعاود نزيد كثر في الفيديو. يلا الله يعاونكم تهلاو. نتمنى ان شاء الله انكم تستافدوا وما تنساو البارطاج واللايك. ومهم راكم عارفين ديك جيم وديك ديك اللعبه ديال الاشتراك برك عليها راه باش تستافد باش يوصلك الجديد الا بغيتي. الا ما بغيتيش هذاك شغلك مهم راه وصلتك الفكره واستفدتي وماشي مشكل وشكرا الله يعاونكم.